لنفترض أن لدينا بالون هنا بهذا الشكل، وبداخل هذا البالون توجد مجموعة من جزيئات الغاز التي تتحرك باتجاهات مختلفة. طبعا جزيئات الغاز تتحرك بحرية مطلقة، لذلك فهي تمتلك طاقة الحركة، نعم، بهذا الشكل. إذن كما ترون هذه الجزيئات داخل البالون جميعها في حالة حركة دؤوبة، طبعا وهي باتجاهات مختلفة كما ذكرت. الشيء الذي يهمني هنا هو الضغط المبذول على سطح البالون الداخلي، pressure. ما هو الضغط؟ هو القوة على المساحة، force over area. طبعا المساحة هنا هي السطح الداخلي للبالون كما تعلمون. هذه المساحة ماذا عن القوة؟ طبعا حركة جزيئات الغاز واصطدامها في سطح البالون الداخلي هو مسبب القوة هنا. سيكون لدينا الكثير من هذه الجزيئات، الكثير 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 منها، أكثر بكثير مما نستطيع تخيله. وطوال الوقت هذه الجزيئات تصطدم وترتد، هذا الجزيء يرتد هنا، وهذا يرتد هنا، وهذا أيضا يرتد بهذا الشكل، وهذا يرتد. وعند اصطدام هذه الجزيئات فإنها تؤثر بقوة على السطح الداخلي للبالون، وأساسا هذه القوة هي التي تبقي الأطفال منبهجين، فبسببها يبقى البالون منتفخا. فكروا معي الآن على ماذا سيعتمد الضغط. أيضا أعلم أنه يعتمد على القوة والمساحة، ولكن فكروا بسرعة الجزيئات، هل بزيادة سرعة الجزيئات يزداد مقدار الضغط؟ faster particles، إذن ضغط أكبر. رائع. slow، طبعا بلا شك أن اصطدام الجزيئات ذات السرعات القليلة تسبب ضغط أقل مقارنة بتلك الجزيئات ذات السرعات الأكبر. إذن slower particles give lower pressure. رائع. طبعا من المستحيل قياس طاقة الحركة أو السرعة أو اتجاه الحركة لكل جزيئة على حدة، خصوصا عندما يكون هناك آلاف الملايين منها داخل البالون، لكن ما نفعله هو فعليا هو التفكير في متوسط طاقة هذه الجزيئات. إذا متوسط طاقة هذه الجزيئات، أوه الآن ما رأيكم بدرجة الحرارة؟ قلنا أن الضغط له علاقة بسرعة الجزيئات. ماذا عن درجة الحرارة؟ هل هناك علاقة بينها وبين الضغط المتسبب من هذه الجزيئات؟ temperature، درجة الحرارة. طبعا هذا أكيد، وأساسا تعرفنا هنا على أنها متوسط، أو تعرف هنا على أنها متوسط طاقة الجزيئات average energy، وهذا يدلنا على العلاقة الوثيقة بينها وبين الضغط على سطح البالون الداخلي. طبعا كلما ازدادت درجة الحرارة زادت سرعة حركة الجزيئات، وبالتالي زيادة عدد الاصطدامات على سطح البالون الداخلي، وبالتالي زيادة في الضغط. لكن درجة الحرارة هي متوسط طاقة، إذا هي تساوي أيضا الطاقة على الجزيء، energy over particles. ستفهمون بعد قليل ما الذي أقصده. إذا أردنا أن نحسب الطاقة الكلية، انتبهوا، إذا كان لدي جزيء واحد فقط في البالون على درجة حرارة معينة سيكون لديه الضغط أقل مما إذا كان لدينا مليون جزيء على درجة الحرارة نفسها. دعوني أرسم هنا لتكون الصورة أقرب إلى عقولكم المتميزة والنيرة. لنأخذ حالتين هنا، نعم، في الأولى لدينا مجموعة من الجزيئات عند درجة حرارة معينة تتحرك في اتجاهات مختلفة كما ترون هنا، وهنا لدينا جزيء واحد فقط، وكلا النظامين على نفس درجة الحرارة، لذلك سيكون لديهم نفس متوسط طاقة الحركة. بديهيا هذه سيكون الضغط فيها أكبر على سطح البالون الداخلي، لأنه طوال الوقت يوجد اصطدامات كثيرة من هذه الجزيئات على السطح الداخلي. أما هنا فهذا جزيء يصطدم هنا وهنا، لذلك سيطبق ضغط أقل على الجدار، بالرغم من أن درجة حرارته نفس درجة حرارة الحالة على اليسار. إذا درجة الحرارة هي مقياس لطاقة حركة الجزيء الواحد. أرجو أن تكون وصلتكم الفكرة الآن. لذلك إذا أردنا أن نعرف الطاقة الكلية في هذا النظام، سيتوجب علينا الحصول على حاصل ضرب الحرارة مع عدد الجزيئات. وبما أننا نتعامل هنا على المستوى الجزيئي، فإن عدد الجزيئات يمكن تمثيله بالمولات. تذكروا أن المولات أو المول هو عدد الجزيئات، لذلك يمكن القول هنا pressure أو P يساوي ثابت، وسنتعرف على مقداره بعد قليل، لنسميه R. إذن الثابت R، طبعا هذا الثابت سيفيدنا في إيجاد الوحدة النهائية للضغط، وسنتحدث عنه فيما بعد. إذا الثابت R مضروبا في درجة الحرارة T ضرب عدد الجزيئات N، وهذه يمكن حسابها بعدد المولات. إذا قلنا أنها 5 مولات مثلا، فإنها تساوي 5 ضرب 6 ضرب 10 قوة 23 أفوغادرو. إذا لدينا هنا عدد الجزيئات N، والتي هي درجة الحرارة temperature، والR هي constant
أو ثابت. رائع. الآن على ماذا يعتمد الضغط أيضا؟ لدينا هنا مثالين، طبعا كما قلنا أنه يعتمد على درجة الحرارة، ازدادت سرعة هذه الجزيئات وبالتالي زيادة في الضغط، وأيضا ذكرنا أنه يعتمد على عدد الجزيئات، فكلما ازداد عدد الجزيئات كلما ازداد الضغط. حسنا، عن ماذا عن حجم البالون أو الوعاء؟ ما رأيكم به؟ إذا أخذنا هذا المثال وقلصنا حجمه بهذا الشكل، سأرسمه هنا وهو بهذا الشكل، وهو ما يزال يحتوي الأربع جزيئات كما ترون هنا، نفس الأربع جزيئات وبنفس درجة الحرارة ونفس طاقة الحركة، جميعها تتحرك باتجاهات مختلفة. نعم، الفرق الوحيد هو في حجم الوعاء فقط. طبعا ستصطدم هذه الجزيئات مع جدران الوعاء أكثر من السابق، انتبهوا المساحة أصبحت أقل هنا، لذلك طوال الوقت لدينا قوة أكبر ومساحة أقل، وعليه عندما تزيد القوة وتقل المساحة سيرتفع الضغط. إذا عندما قل الحجم lower volume ازداد الضغط higher pressure، وعليه الضغط سيساوي، أو يمكن أن نقول الضغط P يتناسب عكسيا مع الحجم V. لنفكر في هذا ونضعه في معادلتنا الآن. قلنا أن الضغط، عفوا، P الضغط يتناسب أو يساوي تساوي ثابت التناسب R، وأيضا مع عدد الجزيئات N مضروبا في درجة الحرارة T، ويتناسب عكسيا مع حجم V. عليه إذا تم ضرب الطرفين يصبح في V، يصبح لدينا الضغط مضروبا في الحجم يساوي R N T، وعليه P V، سأغير الترتيب قليلا تصبح كما هي عادة في كتب الكيمياء، لن ترونها بهذا الشكل، سأكتبها بهذا الشكل، P ضرب V يساوي N R T. وهذه المعادلة تعرف بمعادلة الغاز المثالي، Ideal Gas آسف Equation. كما رأيتم فإن اشتقاق هذه المعادلة كان بناء على تفكير منطقي بسيط. افترضنا ضمنيا أننا نتعامل مع غاز مثالي، مع غاز مثالي. سيسأل بعضكم ما هو الغاز المثالي؟ طبعا الغاز المثالي، دعوني أقول لكم، هو الغاز الذي لا تتنافر فيه الجزيئات مع بعضها البعض ولا تتجاذب، ليس بينها علاقة، وتهتم فقط بطاقة حركتها الخاصة وتصادمها مع السطح. إذا don't attract or repel، لأنه لو افترضنا أنها تتجاذب، عندها كلما زدنا عدد الجسيمات ربما لن تصطدم بجدار الوعاء وستتجمع بالمنتصف بفعل الجذب فيما بينها، وإذا حدث هذا فسيؤدي إلى انخفاض الضغط طبعا. لذلك نفترض أنها لا تتجاذب أو تتنافر، وأيضا نفترض أن حجمها أو الحجم الحقيقي للجسيم الواحد غير مهم أو مهمل، وهو افتراض جيد ومقبول لأنها صغيرة جدا، على الرغم من أنه إذا وضعنا طن منها أو من الجسيمات في حجم معين، وخصوصا إذا كانت جزيئات كبيرة، عندها سيصبح حجمها مهم. لكن افترضنا أن حجمها مهم مهمل هنا من أجل اشتقاق المعادلة، ليس إلا. رائع 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 طبعا. وافترضنا أيضا كما ذكرنا أنها لا تتجاذب ولا تتنافر كذلك، وفي هذه الحالة يمكننا تطبيق معادلة الغاز المثالي هذه. نعم، بعد اشتقاقنا لمعادلة الغاز المثالي سيقول البعض ما هو الثابت R؟ أو كيف نطبقها في مسائل الكيمياء؟ وما هي الوحدات المستخدمة بها؟ سنقوم بشرح كل هذا في الفيديو القادم، حيث سنقوم بحل الكثير من الأمثلة والمعادلات باستخدام معادلة الغاز المثالي. يمكنك الرجوع إلى الشبكة العنكبوتية أو مصادر أخرى وتبحث في خصائص الغاز المثالي والغاز الحقيقي لتزيدوا مقدرتكم على التفريق بينهما. ولا تنسوا أن تحفظوا المعادلة ما الذي يعنيه كل رمز فيها. نراكم.